لما نحكي شهادة واحد، شهادتي عن أمر أنا شفته من أسبوع، غير لما يكون من 7 شهور، غير لما يكون من 7 سنين. وبالتالي شهادة التلاميذ اللي بيقول شاهدناه، رأيناه، لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، شهادة عيان، مش شهادة رواة أحاديث. كانت الأقرب زمنية، كانوا عاشوا مع المسيح، عاشوا مع المسيح 3 سنين، كانت الأقرب جغرافيا. لما أحب مثلا أنا أدي شهادة عن ما حدث في سبتمبر 11، في 11 سبتمبر في عام 2001، وحصل في نيويورك، البرجين بتوع التجارة، في ترى القريبين من المكان يقدروا يدوا شهادتهم، اللي شافوا الأمر في التلفزيون يقدروا يدوا شهادتهم، لكن كمان يمكن لو حد جوه المبنى وأنقذ وخرج، دي شهادة واحد الأقرب جغرافيا. كمان عدد الشهود، عدد الكبير من الشهود، الرب يسوع، التلاميذ 11 واحد، والرسول بولس زي ما هنشوف كمان شوية، 500 أخ ظهر لهم شخص الرب يسوع، النسوة اللي ظهر لهم عند القبر، تلميذي عمواس اللي مشي معاهم، وبالتالي الأماكن المختلفة كمان اللي الشهود دول تلامسوا فيها مع شخص الرب وسمعوا كلامه. وخصوصا أن الرب يسوع ما كانش بيقول الآية ولا الفكرة ولا المثل مرة، لكن بيقوله مرة واثنين وثلاثة وبطرق مختلفة، وبالتالي الناس حفظت الكلام بتاعه. كمان حاجة مختلفة، الأماكن المختلفة، الرب يسوع ما اتكلمش في مكان واحد عشان نقول إن دي المرة الوحيدة اللي اتكلم فيها والحكاية انتهت، لا، اتكلم في الجبل وفي السهل، اتكلم على البحر، اتكلم في العلية، اتكلم في أماكن كتيرة. وبالتالي شهادة شهود وجدوا في أماكن مختلفة متنوعة، وبالتالي في أوقات وظروف متباينة. حد أضيف شيء مهم جدا في شهادة الشهود، في شهادة التلاميذ وكتابتهم وتوثيقهم للعهد الجديد، إنهم شهدوا في شهادة ناس معاصرين عاصروا شخص الرب يسوع، في وجود معاصرين. أنا هقرأ كمان شوية من سفر الأعمال أصحاح 2 من الآية 22 في يوم 50. في يوم 50 كان في ناس معاصرين، 50 يوم يعني بعد قيامة شخص الرب يسوع وصعوده، بعد 50 يوم جاء الروح القدس. في يوم 50 ظل الرب يسوع يظهر لتلاميذه 40 يوم، شافوه مدة كافية، وبعدين أتى الروح القدس في يوم 50، وقدم بطرس شهادته في يوم 50 قدام ناس معاصرين، يعني شهادة قدام ناس حضروا الأحداث دي. يعني لو ما كانتش الأحداث دي حصلت كانوا هيقولوا أنت راجل كذاب ومنافق وبتقول حاجات من دماغك. بصوا فضلكم معايا، بطرس يقف يقول ابتداء من الآية 22 اللي بتطلع على الشاشة قدامنا، تابع من فضلك معايا النص في أعمال 2 من الآية 22، يقول لهم: أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم تعلمون. يقول هذا أخذتموه، سمع من فضلك لشهادة بطرس في شهادة أمام معاصرين، يقول لهم إيه؟ هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه، الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. أنا مش هكمل النص بعد كده، بس أنا عايز أقول هو بيقدم شهادته عن المسيح في وجود معاصرين، ناس عصروا الحكاية، ناس عصروا الأمر. وهو بيشهد بعد كده عن، بيشهد قبل كده عن سفر يوئيل وعن المزامير، يقول هذا ما قيل بيوئيل النبي حلول الروح القدس اللي حل على التلاميذ، فتفقوا يتكلمون بألسنة، وكل واحد من الحضور كان بيسمعهم باللغة التي ولد فيها. خلي بالك من الكلام اللي أنا بقوله، بطرس لم يقدم شهادته في حتة مقفولة لحبايبه وأصدقائه والناس اللي تابعين للمسيح، ويقف ويقولوا
عاش المسيح عاش المسيح، لا ده بيقولهم أنتم، أنتوا شايفين وأنتوا عارفين وأنتوا بأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه، هو ده أقام الله. شهادة شاهد شاف، وشهادة شهود شافوا وكانوا معاصرين